السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما يجيكم مثل هذا السؤال الذي عبارة عن صندوق، هذا الصندوق فيه بعض المعلومات عن شيء معين، أحيانا هذا الشيء يكون حيوان مثل هذا اللي موجود عندكم في الصورة The Green Turtle or about China, about some food, about a place or about anything. وش أسوي؟ هذا المقال نسميه informative، معلوماتي أو إخباري. وكيف نتعامل معه؟ أنت مطلوب عليك أنك تستخدم جميع المعلومات اللي موجودة معاك في السؤال بحيث أنك تدخلهم في جمل كاملة وترتبهم في النص. طيب، لما تبدأ في مثل هذه الأسئلة للطلاب اللي ما عارفين كيف يبدأوا في مثل هذا الصندوق، دائما أبدأ بعبارة بسيطة. هذه العبارة Have you ever heard about، وبعدين تبدأ بكتابة نفس الجملة اللي موجودة عندك في السؤال. An animal called the turtle، هذه هي كلمة about اللي هي هذه، واضح؟ لذلك أنت تكتب الكلمة اللي تأتي بعد كلمة about اللي هي هذه. For example، Have you ever heard about a place called China؟ Have you ever heard about food called spaghetti؟ وضحت الفكرة؟ لذلك دائما أبدأ الجملة بهذه العبارة وبعدين تحط علامة استفهام في نهاية الجملة. بعدين تركز أكثر على الكلمات أو المعلومات اللي موجودة معنا. مثلا هنا عندنا حاجة تخص اللون، هذا اللون يعني راح أحط عليه مثلا جملة مثل its color، its color is green، فلستوب. أضيف لها الفاعل اللي هو subject it، بما أن it معناته مفرد أحط s. it lives in the ocean، full stop. صارت معي جملة ثانية. بعدين it lives long، بدل هذه الشرطة راحت بدلها up to 100 years، full stop. الوزن weight it، أحذف ال t وحط بدلها s. It weighs up to 800 kilogram، وبعدها it has no teeth، ما فيها أسنان، أو أقول it doesn't have teeth. وأيضا ممكن أقول أو أضيف هذه المعلومة it eats grass، it is hunted by، واكتب هذه الجملة which endangered species which destroy their nests. لما أنتهي من وضع هذه المعلومات أضيف جملة في الأخير، هذه الجملة تقول that's all about، واكتب الكلام اللي موجود باللون الأسود مثلا the green turtle. كذا أنا انتهيت. الآن علي أني أنقل كل هذه البيانات إلى النص، وراح أبدأ بأول عبارة اللي هي Have you ever heard about an animal called the green turtle، وراح أكتبها على طول هنا. بهذا الشكل نحن انتهينا من عملية كتابة informative paragraph مثل هذه. كل التوفيق للجميع، شكرا.